نحب نرجع لبعض الوقائع اللي صارت باش ناكد بانه قناه التونسيه كما قال السيد عبد العزيز في العديد من المناسبات هي قناه مستهدفه منذ انطلاق البث نتاعها. باش نبدا لكم بعض المحاولات السابقه. ابريل 2011 كان هناك قرار بغلق استوديوهات كاكتوس، وهذا القرار لولا التدخل العاجل وقتها ولولا اعتصام قاموا به ولاد كاكتوس في وسط استوديو نتاع اوتيك لمنع عمليه غلق استوديوهات لوقع غلق النهائي لاستوديوهات كاكتوس. صار هذا في ابريل 2011. اوت اللي فات وقت اللي كانت الناس تنتظر بانه القناه مازالت صغيره، مازالت ما عملتش حتى العامين نتاعها، كان يعتقد البعض بانه وكل واحد حر في شنو ما كل واحد حر في الحسابات اللي يجب يحسبها، بانه الكاكا نتاع الاشهار نتاع رمضان ما يلزمهاش تتقسم على وسائل الاعلام الكل، لازم تستحوذ عليها ولا يستحوذ عليها طرف معين. فكانت مفاجأة رمضان اللي فات مكتوب وبالتمساح وبنت ولد وكل الانتاجات اللي قدمتهم شركة كاكتوس على قناة التونسية. هذا فاجأ المتفرج، لأن القناة قفزت من المرتبة الثالثة ولا رابعة في نسب المشاهدة إلى مرتبة أولى حسب تروسيتود وحسب سيجما كونسي وحسب موقع اوديمات بوينت ان اللي يعطي تقريبا لا توندونس دو لوديونس. للي وصلنا الأرقام كبيرة، تمسيح يعمل في 70%، مكتوب يعمل في 80%. ليلة النص متاع رمضان يقع الكلمة صحيحة، هذا بالضبط هذه الكلمة اللي لازم تتقال، هجوم على مقر كاكتوس من طرف الديوان. ونقول هجوم معناه هجوم لو تكره بسكرت الكياس، شرطة، سلاح، داخلين، تيني الوراق، تيني البيسيات، والأستاذ كان حاضر، الناس كل حاضرين، قلنا تفضلوا خويا، فما حتى مشكل. هذا ما يقلقش، لكن تم الاتصال بالمستشهرين مباشرة. مشاو الشركات اللي ليزاجونس نتاع الكوميونيكاسيون واتصلوا بها مباشرة، علاش تحطوا في البوليستي نتاعكم في كاكتوس في التونسية، أعطيني فاتورة، هذه الواه هذه كيفاش؟ وأنا فرصة باش نحيي المستشارين اللي مؤخروش واللي كملوا معانا بقية شهر رمضان. آخر شهر رمضان يقع إيقاف سامي الفهد، وكان الاعتقاد وقتها عند البعض، قلت راني مش نوجه تهم مباشرة باش نعطي بعض الوقائع، أنتم صحفيين وزملاء يمكنكم تعملوا ركوب ما تنجموا تطلعوا الناس اللي وراء هذا الكل. لا سمي معز عليك. لا لا نحب سمي عليك. احنا اتفقنا بين الندوه الصحفيه هذه مسموا حتى اطراف، نحكي لكم انا شنو اللي صار وانتم تصرفوا على روحكم. ايقاف سامي الفهد وكان الاعتقاد بانه انتهت القناه. انتهت. توقف سامي الفهد، انتهت قناه التونسيه، والعمليه راي فيها حسابات شخصيه كبيره ياس وفيها حسابات تجاريه. شخصيه من شكون؟ قلت مانيش بسامي اطراف. لا ما انا ما سميتش. وبدات رجعنا الرونتري. فكانت نفس الحسابات اللي تحسبت الغالطه في السابق عاود تحسبت من جديد غالطه. لانه قناه التونسيه من جديد تتصدر نسب المشاهد. بلا باس، بلا من الناس، وعندي ما نقول لك، وبالتاسعه مساء، وبكل البرامج اللي تقدمت. مانيش باش نحكي على من رمضان اللي فات. رمضان هذايا ليلة رمضان جملة القضايا مرفوعة. تبييض أموال، إرهاب، نحكي بالحق، راهو إرهاب وتبييض أموال وقضايا مرفوعة ومشاكل مع البنك المركزي وغيرها من القضايا. اليوم الطرف فهم بأنه قطع البث قبل بنهار من رمضان هو الحل الوحيد باش كل المداخيل متاع الإشهار تتقسم على بعض الأطراف المعينة وقناة التونسية تختفي نهائيا من المشهد السمعي البصري، لأنه نهار 15 متاع رمضان ما نجحتش والقناة كملت والمستشارين كملوا. أحسن حل، لأنه نحب أن نجاوب شوية لما قالوا السيد سليم الرياحي البارح في الكوميونيكي نتاعو بأنه اكتشف فسادا ماليا ومن شركات مزعومة وغير من الكلام هذا. إيقاف البث نهارين قبل رمضان هو أكبر دليل بأنه العملية مدبرة. هذه عملية مدبرة، لأنه إيقاف البث معناها إفلاس شركة كاكتوس.